أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يخوض فريق الأهلي ميرانه الأخير على ملعب مختار تتش في هذه اللحظات استعدادا لمواجهة تليفونات بني سويف والمقدرة غدا الجمعة في ملعب بتروسبورت في دور ال 32 ببطولة كأس مصر. ويقود الفريق في لقاء تليفونات أحمد أيوب المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني نظرا لسفر حسام البدري إلى كندا لقضاء إجازة قصيرة والاطمئنان على أسرته. واجه أحمد أيوب المدرب العام لفريق الأهلي تحذير للاعبي الفريق من مفاجأة بطولة كأس مصر وطالبهم بالتركيز الشديد في لقاء تليفونات بني سويف والمقرر غدا الجمعة في دور ال 32 ببطولة كأس مصر. وطلب أيوب من لاعبي الأهلي إغلاق ملف لقاء الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا والتركيز لعبور عقبة التليفونات في بداية مشوار الأهلي للحفاظ على بطولة الكأس. يخضع ميدو جابر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأشعة طبية على قدمه على هامش ميران الفريق لتحديد مشاركته في لقاء التليفونات. واكتفى ميدو جابر بالتدريب في صالة الجمنازيوم خلال ميران الفريق أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة بسبب معاناته من شد في وتر أكيلس. أكد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محمد نجيب مدافع الفريق يغيب عن مباراة تليفونات بني سويف غدا الجمعة في الكاس. وأوضح أيوب أن نجيب يعاني من إجهاد في الحوض حرمه من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه سيتم تجهيز اللاعب للحاق بلقاء الإنتاج الحربي بالدوري يوم 16 نوفمبر الجاري. أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن حسام عاشور وصالح جمعة لاعبا الفريق ينتظمان في التدريبات الجماعية السبت المقبل. وأوضح محمود أن الثنائي لن يتمكن من المشاركة في مباراة الأهلي المقبلة أمام تليفونات بني سويف في الدور ال 32 من بطولة كأس مصر. وكان عاشور يعاني من إصابة بمسق في العضلة الضمة، بينما أصيب صالح جمعة بشد في العضلة الخلفية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي من استاد مختار تتش. أمير أهلا بيك، احكي لنا عن ملامح الميرانة النهارده. تحياتي ليك يا فيروز وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا النهارده النادي الأهلي كان بيواصل استعداداته لمباراة كأس مصر أمام فريق تليفونات بني سويف، وهي أولى مباريات النادي الأهلي في هذه البطولة، فبالتالي استعدادات كانت قوية وآخرها كان مران اليوم، خصوصا أن المباراة خلاص غدا ان شاء الله الساعه 8 مساء، فبالتالي الاستعدادات كانت قويه بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده كان طبعا في تدريب النادي الاهلي ابتدى الساعه 4 مساء، التدريب كان خفيف شويه خصوصا ان في مباراه غدا، فكان من الناحيه البدنيه ما فيش تدريبات قويه، لكن كان في بعض تدريبات الكره المهمه جدا، وده كان تحت اشراف كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي في ظل غياب كابتن حسام البدري وسفره لظروف اسريه. خليني اقول لك مع نهايه المران كان في تقسيمه وشارك فيها جميع اللاعبين بشكل جيد جدا، وكلهم ان شاء الله جاهزين لهذه المباراه. ايضا خليني اقول لك القائمه اللي اختارها كابتن حسام البدري لهذه المباراه يا فيروز: احمد عادل، عبد المنعم، محمد الشناوي، محمد طارق وده حارس ناشئ على النادي الاهلي، ومحمد هاني، باسم علي، عبد الله السامي، صبري رحيل، حسين السيد، ايمن اشرف، عمرو السريع، حسين محمد، احمد حمودي، احمد الشيخ، عمرو بركات، اسلام محارب ووليد سليمان وجونيور أجاي وعماد متعب، وليد أزار واحمد ياسر ريان بيجيب. طبعا كريم نسبت كده عنده زي تقطة في العضله الخلفيه، فبالتالي مش متاح للجهاز الفني في هذه المباراه، بالاضافه طبعا لبعض الغيابات واللي بتفوق حوالي 13 ل 15 لاعب بسبب لاسباب مختلفه، سواء انضمام للمنتخبات الوطنيه المختلفه او بسبب الاصابات. زي ما احنا عارفين محمد نجيب مش هيكون متواجد، صالح جمعه النهارده بالمناسبه هو وحسام عاشور شاركوا في التسجيلات الجماعيه بشكل طبيعي جدا، لكن مش متواجدين في القايمه لسه عشان مش جاهزين بالشكل المطلوب او مش جاهزين بنسبه 100% لاداء المباريات، لكن هم ان شاء الله من بدايه المباراه اللي بعد المقبله هيكونوا جاهزين للمشاركه في المباريات بشكل طبيعي. ايضا ميدو جابر عنده التهابات وتر اكيد عشان كده مش متواجد في المباراه، بالاضافه طبعا لعلي معلول المتواجد في تونس، فكمان ايضا متواجد مع منتخب جنوب افريقيا بسبب المشاركات الدوليه وتصفيات كاس العالم، لكن جميع اللاعبين شاركوا في التدريبات بشكل طبيعي وان شاء الله كلهم جاهزين لهذه المباراه الهامه، وان شاء الله النادي الاهلي تكون الانطلاقه بالنسبه له انطلاقه قويه في اتجاه الحفاظ على هذه البطوله الموسم الثاني على التوالي. امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. Introducing Wolf. He might be small, but you won't find anyone faster, bolder, or better with a ball. He's the official mascot of the 2018 FIFA World Cup. إلى متابعة أخبار محلية، حيث أعلن الاتحاد لكرة القدم كاف اختيار ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح وأحمد حجازي في التشكيلة المثالية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا. وشهدت تشكيلة المثالية التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي بجانب صلاح وحجازي، وكان منتخب مصر قد صعد لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات. أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراتي الأهلي والإسماعيلي في الدوري خلال الموسم الحالي في ملعب برج العرب. وقال عامر حسين أن مباراتي الأهلي والإسماعيلي سيقاما في ملعب برج العرب بالإسكندرية، نافيا ما تردد عن إقامة لقاء الفريقين المقبل في السويس أو اللعب في الإسماعيلية والقاهرة. تسلم لاعبو المنتخب الوطني مكافآت اتحاد الكرة بعد تأهلهم رسميا إلى بطولة كأس العالم بروسيا 2018 بعد غياب دام 28 عام. ويستعد المنتخب للسفر إلى غانا لخوض اللقاء الأخير أمام منتخب النجوم السوداء في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم ل 2018. Here I am. الفريق تنتهي بطولة كأس مصر لكرة القدم بعد خسارته أمام حرس الحدود بثنائية دون رد اليوم الخميس باستاد الإسكندرية في دور 32 للبطولة. سجل ثنائية الحرس إسلام سيد وإسلام مسعود في الدقيقة 24 و 72 من عمر اللقاء، وصعد حرس الحدود بقيادة مديره الفني سامي قمصان إلى دور ال16 بالبطولة بعد هذا الفوز لينتظر مواجهة الفائز من لقاء الزمالك والمنيا. وكان حرس الحدود قد فاز بلقب كأس مصر عامي 2009 و2010 مع المدير الفني الأسبق طارق العشري. أعلن عمرو زكي مهاجم منتخب مصر السابق اعتزاله كرة القدم وإنهاء مسيرته الكروية بشكل نهائي، مؤكدا تراجعه عن فكرة العودة للملاعب. وقال زكي: قبل بداية الموسم كنت متمسكا بالعودة للملاعب، لكن حاليا أصبح الأمر صعب ولن أغامر بتاريخي، واكتفيت بما قدمته وأشكر كل من ساعدني في الوسط الكروي. وأشار إلى أنه سيتجه لمجال الإعلام الرياضي بعد تركه كرة القدم ولن يعود إلى اللعب مجددا. أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة الشرقية غدا الجمعة على استاد الإسماعيلية في دور 32 لبطولة كأس مصر. واستبعد الجهاز الفني المدافع أحمد دويدار من اللقاء بجانب محمد صادق وعمر الوحش وعبد الرحمن مجدي وموسى كمارة، بخلاف الحارس محمد عواد والمنضم للمنتخب. الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي وعندي هدف. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الأهلي بقيادة محمد مصلحي إقامة ميران الفريق خلال الفترة الحالية على فترتين صباحية ومسائية من أجل زيادة الجرعات التدريبية للاعبين. وقرر مصلحي إقامة الميران على فترتين لمدة 3 أيام في الأسبوع، وذلك حتى انتهاء المرحلة التمهيدية من مسابقة الدوري الممتاز. ويسعى مصلحي لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية الجماعية والفردية قبل انطلاق مباريات الدوري. جدير بالذكر أن الأهلي يفتتح مبارياته في الدور التمهيدي من الدوري يوم 13 نوفمبر الجاري أمام فريق القاهرة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. استطاعت ملك هشام سباحة الأهلي أن تحطم الرقم القياسي المصري لسباق 400 متر حرة لمرحلة 11 سنة بعد تحقيقها رقم 4 دقائق و59 ثانية. وجدير بالذكر أن لاعبة الأهلي هي صاحبة كأس أحسن سباح وأحسن رقم في جميع البطولات السابقة. يذكر أن الأهلي شارك بحوالي 950 سباح وسباحة في بطولة منطقة القاهرة الصيفية للسباحة المقامة على استاد القاهرة الدولي، والتي ستنتهي فعالياتها اليوم الخميس. وتمكن قطاع السباحة في الأهلي من حسم درع البطولة مبكرا بعد تحقيقه المركز الأول في أغلبية المراحل العمرية المشاركة بالبطولة. فريق النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 98 حيث حقق فوزا مهما على حساب نظيره فريق سبورتينغ في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على صالة النادي الأهلي بالجزيرة ضمن منافسات دوري المرتبط. وقدم الأهلي عرضا قويا تحت قيادة المدير الفني صابر حسين، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 29-28 ليواصل عروضه القوية في المسابقة. ويضم الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين نجحوا في تقديم عروض قوية من بداية الموسم وعلى حساب أقوى الفرق بالمسابقة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف كابتن صابر حسين المدير الفني لفريق الأهلي لليد شباب. كابتن صابر أهلا بيك. أهلا بك يا فندم وأهلا بكل المشاهدين. كابتن صابر في البداية ألف مبروك الفوز. أكيد احكي لنا عن أحداث المباراة وإيه رأيك في شكل المنافسة الموسم ده؟ الله يبارك فيك يا فندم. أول حاجة، ثاني حاجة النهارده الماتش كان صعب شوية علينا عند الأهلي بالذات، لأن كان عندي ست لعيبة في المنتخب بقالهم أسبوع، لسه راجعين امبارح من المنتخب، فيمكن الأسبوع اللي فات ده كله ما كانش فيه أي تجمع، ما اشتغلناش كفريق، ما بدناش نطمن على أولادنا ونحفظ أولادنا. يمكن النهارده كان في بعض الصعوبات في المباراه مع بعض الاجهاد صاحب لعيبه المنتخب بالذات كمان مجهدين جدا، لكن الحمد لله اللعيبه النهارده كلهم كانوا رجاله وكله كان بيقاتل الحمد لله، وكان هو ده اللي خلى النتيجه تطلع فرق هدف. وكان انا بقول لو كان الفريق بتاعتي جاهز احسن من كده كان ممكن يفوز اكتر من كده، بس الحمد لله احنا دلوقتي في التوقيت ده بالذات احنا يهمنا النتيجه اكتر من الاداء. احنا الحمد لله ركبنا جدول الدوري وعايزين نحافظ على الصداره، يمكن دلوقتي بنبص على النتيجه اكتر من الاداء، فالحمد لله على كل ده. طيب كابتن صابر ايه رايك في شكل المنافسه الموسم ده؟ هل شايف ان المنافسه هتكون قويه؟ انا شايف المنافسه طبعا قويه لان في اكتر من فريق دخل المنافسه، يعني ممكن الموسم اللي فات كانت المنافسه منحصره في 4 فرق، الموسم ده انضم اليوم 3 فرق كمان، انضم سموحه وانضم سبورتنج وانضم البنك الاهلي، فبقى المنافسه بقى قويه جدا لدرجه ان انت حضرتك النهارده بتخش الماتشات نعم مين هيكسب مين؟ النهارده كل ماتش بيلعبوا كل فرقه بنلاقي حساب، كل فرقه جايه تنافس، وخصوصا ان احنا النادي الاهلي كمان، النادي الاهلي كل الفرق بتلعبنا بشكل قوي جدا، بتبقى عايزه تعمل احسن اداء احسن نتيجه قدامنا. في رايك مين اللي هيكون المنافس للاهلي الموسم ده يا كابتن؟ انا والله المنافس انا الموسم دوت عندنا الزمالك المنافس التقليدي بتاعنا، ومعانا نادي الجيش، وعندنا نادي سموحه ونادي سبورتنج، يعني عندنا اكثر من 5 فرق منافسين نادي على طول الدوري ان شاء الله. باذن الله. طب ايه هي المواجهات القادمه يا كابتن؟ يمكن احنا عندنا مباراه بكره ان شاء الله على البنك الاهلي، ودي برضه مباراه قويه وصعبه شويه، ويمكن ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الثلاث القادم عندنا مباراه مع نادي الزمالك، دي بناء عليها هتحدد من اول الدوري الدور الاول، برضه هتبقى مباراه عصيبه ومباراه يعني كل الفرق عايزه تكسب بعضها، فيمكن دوت هيبقى الاسبوع دوت عندنا ماتشين جامدين جدا، عندنا ماتش بكره ان شاء الله وماتش الاسبوع الجاي باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق كابتن صابر حسين المدير الفني لفريق النادي الاهلي لكره اليد للشباب، والف مبروك الفوز من جديد. وصل منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2000 إلى السعودية استعدادا لخوض البطولة العربية والتي ستنطلق غدا الجمعة وتستمر حتى يوم 17 من نوفمبر الجاري. ومن المقرر أن يبدأ المنتخب مواجهته غدا الجمعة بلقاء المغرب ثم العراق يوم السبت، تونس يوم الأحد، قبل أن يحصل على راحة يوم الاثنين على أن يلتقي عمان يوم الثلاثاء والسعودية يوم الأربعاء. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. إلى الأخبار العالمية، حيث قدم نادي برشلونة عرضا جديدا لضم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت صحيفة سبورت الأسبانية أن نادي برشلونة قدم عرضا جديدا مقابل 120 مليون يورو لضم كوتينيو، والذي يعد هدفا للفريق الكتالوني منذ الصيف الماضي. وأكدت الصحيفة أن إدارة ليفربول سترفض العرض مقارنة بالمستوى الذي يقدمه اللاعب مع الريدز. أعلن نادي جوانجو إيفرغراند الصيني تعاقده مع الإيطالي فابيو كانافارو لتولي المسؤولية الفنية للفريق لمدة موسمين مقبلين. ويتولى كانافارو الموسم المقبل الإدارة الفنية لجوانجو إيفرغراند، والذي توج بالدوري الصيني الممتاز للمرة السابعة على التوالي بعدما تمكن من قيادة فريق تيانجان لدوري أبطال آسيا باحتلاله المركز الثالث بالدوري. رحب سيرجيو راموس نجم المنتخب الاسباني وقائد الفريق الملكي ريال مدريد بفكره انتقال نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب البرازيل نيمار الى الفريق الملكي ريال مدريد. وقال راموس في تصريحات صحفيه: ارغب في تعاقد ريال مدريد مع افضل لاعبي العالم، وبالطبع فان نيمار واحد من افضل لاعبي العالم حاليا، واذا كان يرغب في الانتقال الى ريال مدريد فانا افتح الابواب امامه. وأضاف: ربما كان من الأسهل له أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان بدلا من الانضمام إلى ريال مدريد مباشرة. يسعى نادي برشلونة الأسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ضم آرثر مايلو لاعب نادي جيراميو البرازيلي لتدعيم صفوفهما وتعزيز خط الوسط خلال الانتقالات الصيفية القادمة. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يراقب آرثر مايلو موهبة خط وسط نادي جيراميو البرازيلي في ظل إعجاب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني بقدرته. وأضافت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي وأتلتيكو مدريد دخلوا في صراع للحصول على خدمات اللاعب والبالغ من العمر 21 عام. أكد النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نيته العودة إلى الدوري الأرجنتيني بعد نهاية عقده مع فريقه في عام 2019. وأضاف أغويرو: وددت دائما العودة إلى فريقي الأسبق في الأرجنتين عندما ينتهي عقدي مع مانشستر سيتي، وهناك بند يسمح بالتمديد لعام إضافي مع الفريق. يذكر أن أغويرو انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2011 قادما من أتلتيكو مدريد. كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ريال مدريد الأسباني قرر استعادة مهاجمه السابق ماريانو دياز من أولمبيك ليون الفرنسي بعد تألقه في الموسم الحالي بتسجيله 9 أهداف في 12 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي. وأبدى المدرب زين الدين زيدان المدير الفني للريال إعجابه بتطور مستواه في ليون، خاصة وأن الفريق يعاني من مشاكل هجومية. قال زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب السويد اليوم إنه من الممكن عودته إلى صفوف منتخب بلاده مرة أخرى رغم قراره اعتزال اللعب الدولي في يونيو لعام 2016. وأضاف إبراهيموفيتش في تصريحاته لشبكة سكاي إيطاليا: مسيرتي الدولية مع السويد انتهت، لكن من الممتع أن أشارك في كأس العالم لعام 2018 بروسيا وأعود لصفوف منتخب بلادي. يذكر أن السويد سيواجه إيطاليا في الملحق الأوروبي غدا الجمعة في لقاء الذهاب، بينما سيكون لقاء الإياب المقبل. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية بعد الفاصل. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من بوابة الأهرام. حيرة في الأهلي بسبب بديل محمد نجيب. ومن الجمهورية بعد نفاذ طاقة النجوم البدري يغربل الأهلي. ومن الوفد مران بدني شاق للاعبي الأهلي استعدادا لتليفونات بني سويف. أما من المصري اليوم فكوبر يعالج لاعبي الأهلي نفسيا. ومن الوطن سبورت الأهلي يستفسر من معلول عن مشاركته أمام ليبيا. ومن الشروق البدري يؤجل عودته من كندا، وأيوب يستقر على تشكيل مواجهة التليفونات. من البوابة نيوز الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لتليفونات بني سويف. ومن الفريق البدري يكشف موقفه من عروض الرحيل عن الأهلي. ومن فيتو الأهلي يستقر على ثنائي قلب دفاع أمام التليفونات. من الأهلي دوت كوم 12 لاعب من الأهلي يغيبون عن مواجهة تليفونات بني سويف في كأس مصر. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 9 نوفمبر من عام 1962 سجل الجنرال الراحل محمود الجوهري 4 أهداف لفريق الأهلي في مباراة بترول السويس بالجولة السابعة على الدوري، وفاز الأهلي برباعية نظيفة في أول مواجهة بين الفريقين في مسابقة الدوري، وسجل الجوهري وقتها ثاني سوبر هاتريك بعد طه اسماعيل والذي سجل في شباك كفر أزيات. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.